موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحى إليه ربه باتباع ملة إبراهيم حنيفا. فاتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرض على المكلفين، لأن الملة واحدة، دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من أب واحد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائع الأنبياء مختلفة ولكنهم يتفقون في التوحيد والإيمان ووجوب اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن بعد إبراهيم كل الرسل كانوا من ذريته، وإن أقواما في زماننا يريدون أن يخدعوا الناس بانتسابهم إلى إبراهيم، وقد خالفوا ملته وخالفوا ما أمر به من الحنيفية. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقد بين الله عز وجل قصته في كتابه في مواضع عديدة في دعوته إلى الله عز وجل، منها قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. دعا إبراهيم عليه السلام أباه وقومه إلى توحيد الله عز وجل، فكان أول ما دعاهم إليه أن ينظروا في تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله. قال لهم: ما تعبدون؟ ما هذه الأوثان؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعون دعواتكم وهي حجارة لا تدرك ولا تعي، وهي أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون؟ وهكذا كل من يدعى من دون الله، فإنه لا يسمع من يدعوه، كما قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدعوا إلا الله، ولا تسألوا إلا الله، ولا تستعينوا إلا بالله عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا لا يدعى من دون الله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، فإن عبادة الله عز وجل بالدعاء أعظم العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة،
وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا يملكون الضر والنفع، والله لا نملك لأنفسنا ونحن أحياء بكامل عقولنا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. هل ترون عباد الله هذا الوباء المنتشر يصيب الإنسان فينجو منه وبجواره آخر يصيبه فيهلك ويموت وتتضاعف حالته بعد أن كان في عنفوان الصحة والشباب؟ سبحان الله. وآخر بجوارهم لا يصيبه شيء، وأحيانا يكونون في البيت الواحد وتتفاوت أحوالهم، وذلك أن الأمور بيد الله. عندما يأتي الموت للإنسان يظهر ضعفه وعجزه، وأن كل البشر بل كل المخلوقين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فأملوا في الله عز وجل رجاءكم، وأعظموا من الله طلباتكم، واسألوه وحده لا شريك له، ولا تتعلقوا بحي ولا ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. لم يكن جوابهم حين قال لهم إبراهيم ذلك إلا أن احتجوا بالتقليد، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. احذروا عباد الله من التقليد، ليست حجة أن تجد الناس يفعلون شيئا. وجدنا الناس يفعلون ذلك، وجدنا آباءنا يفعلون ذلك. وسبحان الله، لو تأملت العالم في أديانه المختلفة لوجدت التقليد الأعمى هو سبب شرك المشركين وضلال الضالين. وإلا فكيف يقبل الإنسان العاقل أن يعبد حجرا هو صنعه، أو يعبد بقرة تروث أمامه وغيره يسخرها ويذبحها ويستعملها في حياتها ويأكلها بعد مماتها، وهو يراها إلها يعبد من دون الله؟ وكيف يعبد الإنسان إنسانا مثله؟ كيف هذه العقول، كيف وصلت إلى ذلك؟ لم يحصل ذلك إلا بسبب التقليد. ملايين البشر نشأوا على الضلال بسبب التقليد الأعمى، كما قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو جهل وعبد الله بن أمية عند رأسه، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هدايته يستغفر له، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونهي عنه بعد سنين، أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في شأن أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعليكم دائما بالبحث عن النور والهدى في الوحي المنزل، فهو الكتاب المبين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبين، هو السراج المنير. فتعلموا الكتاب وتعلموا السنة، تعلموا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قال فلان وما مذهب فلان. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعل، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. المسألة العظمى في دعوة إبراهيم البراءة من كل ما يعبد من دون الله، والعداوة للأصنام والأوثان وكل الطواغيت التي ترضى بأن تعبد من دون الله.
قد يقول قائل: فكيف بمن يعبد من دون الله وهو صالح؟ فالمسيح يعبد من دون الله وهو صالح، والملائكة تعبد من دون الله وهم صالحون، والأولياء الذين يعبدون عند قبورهم صالحون، فكيف نعاديهم؟ نقول: هؤلاء لم يرضوا بعبادتهم من دون الله، ولم يقبلوا ذلك، ولم يدعوا إلى ذلك، فلا يوصفون بأنهم طواغيت، لأنهم لم يطغوا، لأنهم لم يتجاوزوا حدودهم، وإنما الشيطان هو الذي أمر بعبادتهم، والكبراء والسادة هي التي أمرت بعبادتهم، والأحبار والرهبان هم الذين أمروا بعبادتهم، فتلك في الحقيقة عبادة لهم. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم، وقد كان نصرانيا قبل أن يسلم، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: إنا لسنا نعبدهم. قال: ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فلا بد من البراءة والعداوة لكل ما يعبد من دون الله ومن يعبدهم، لكل من يعبد من دون الله وهو راض، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه القضية الكبرى. فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هي كلمة لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها، جعلها الله كلمة باقية في نسل إبراهيم عليه السلام، لا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله. إذن لم يقل لا إله إلا الله من صحح عبادة غير الله، ومن جوز أن يعبد غير الله وقال: أنتم على صواب وأنتم على هدى، وهو يعلم أنهم يعبدون غير الله، نعوذ بالله. أو من قال لهم: ستدخلون الجنة لو تمسكتم بدينكم، نعوذ بالله. وكذلك مثلها في الأهمية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صحح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن كلام الله فليس بمؤمن ولا بمسلم، لأن هذه القضية العظيمة هي التي بعث بها الأنبياء: توحيد الله واتباع رسله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن نقض إحداهما فقد نقض دين الإسلام. قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فلتتأمل أيها المسلم أيها المؤمن هذه الأشياء. انظر إلى تاريخ ميلادك، كم متى ولدت، متى جئت إلى هذه الحياة، وانظر قبلها 9 أشهر أين كنت، ماذا كنا كل واحد منا شخصيا، ماذا كان؟ كان حيوانا منويا وبويضة، وقبل ذلك كان ماء، وكان قبل ذلك طينا، خلقنا الله عز وجل من الماء والطين. الذي خلقني لم يشركه أحد في خلقنا سبحانه وتعالى. هل وأنت ترى النساء الحوامل
ماذا يكون في بطونهن؟ هل الأب يشرك الرب سبحانه وتعالى في خلقه ذلك الولد؟ هل وأنت قد حملت زوجتك وأثناء الحمل كنت تصنع شيئا لهذا الجنين؟ أم أن الأمة كانت تصنع شيئا؟ أم أننا نرى هذه الآية العظيمة أننا نخلق في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث لا يشرك مع الله أحد في خلقنا، فهو وحده الذي خلقنا، ولذا فهو وحده الذي يهدينا من خلال وحيه المنزل والذي هو يطعمني ويسقين. تأمل هذا الطعام، هذه الأشجار، هذه الحقول، هذه النباتات التي نأكلها وتأكلها الحيوانات، هل نحن الذين أخرجناها من الأرض؟ نحن بذرنا البذر وسقينا الماء، وإذا بالزرع ينبت، يتحول الماء والطين في باطن الأرض بلا قدرة لأحد عليها إلا الله، يتحول إلى نبات ينمو تدريجيا، ثم يخرج بعد ذلك منه، يخرج منه الحب المتراكب، ثم بعد ذلك يهيج فتراه مصفرا، ثم نأكل نحن ذلك الحب فيتحول في أبداننا إلى جزء منها ننمو به صغارا ونستمر في حياتنا بعد ذلك كبارا. وهذا المطر، هذا الماء الذي نشربه، أنزله الله من السماء سبحانه وبحمده لا شريك له، سواء كان يجري في أنهار فقد نزل منذ سنوات أو على الأقل من السنة الماضية، منذ عدة أشهر نزل من السماء في بلاد بعيدة وعلى جبال صخرة صخور شديدة ومرتفعة، ثم يجري في الأرض إلى أن يصل إلينا. ألا نفكر والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قال عز وجل عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. أملوا عباد الله في الله وحده لا شريك له، إذا مرضتم أو إذا مرض أحد من أقاربكم وذويكم وأصدقائكم، فالمرض الآن منتشر، والله لا يملك طبيب ولا دواء شفاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض يقول اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول لا بأس طهور إن شاء الله. فادعوا الله عز وجل عباد الله لمن مرض، وأيقنوا أن الطبيب نفسه يمرض وأن الدواء نفسه يتوقف عن العمل، وإلا فالمرضى يأخذون نفس الدواء ونفس العلاج، وهذا تتدهور حاله بعد أن كان في صحة وعافية إلى أن يصل إلى الغيبوبة ثم إلى الموت، وآخر يعافى. فليس الدواء الذي يشفي، ولا الطبيب الذي يشفي، ولا الكفاءة، ولا أي شيء، لا يشفي إلا الله، لكن نأخذ بالأسباب. فهذه سنة الأنبياء أن يعملوا بالأسباب ويتوكلوا على الله عز وجل، فكذلك فافعلوا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل بالأسباب ولا تعتقد فيها، فإن العمل بالأسباب واجب والاعتقاد في الأسباب شرك، نعوذ بالله من الشرك. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، لا يملك الموت والحياة إلا الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وحده لا شريك له، وكما أنشأنا أول مرة فكذلك ينشئنا المرة الآخرة، النشأة الآخرة يوم القيامة، تنبت أجسادنا من ماء السماء الذي تمطره بأمر الله عز وجل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، ويبعث الناس إنهم محشورون إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين.
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تأكد أنك ستكون كذلك حافيا عاليا أغرل، كما لأن الأنبياء كذلك، لأن إبراهيم كان كذلك ثم يكسى. فاللهم اكسنا يوم القيامة كما كسوتنا في هذه الدنيا، اللهم اكسنا في من تكسو، في أول من تكسو من عبادك الصالحين. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأنبياء المعصومون يخافون من خطاياهم، فكيف نحن عباد الله؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويعتق الرقاب، أينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأكثروا من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.